سلام البنات، كديري؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايره اموركم وكي دايره احوالكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم البنات غادي نديروا واحد الاكله بسيطه وسهله، يعني كنديروها غير في الفطور وصافي، غير نديرها واحد الطريقه. نحاول اننا ندخلوا فيها الخضره. غادي نديرو البيض وغادي نديرو معاه شويه الخضره، غنديرو معاه فلفله حمراء وفلفله صفراء وبصله ومطيشه. انا حاولت زعما ندير معاها الخضره باش يكون فطور صحي. الدراري كنعرفوا باللي الدراري الصغار كنعرفوا باللي عزيز عليهم البيض، ولكن الخضره لا. ممكن بهذه الطريقه ياكلوا لينا الخضره الا دخلناها من وسط البيض، يعني ممكن ياكلوها. وطريقه كما قلت لكم ما نحتاجوش فيها شي حاجه، يعني الخضره راه كتكون موجوده والبيض راه كياكلوه الدراري، كنديروه دائما. يعني غندخلوا فيه غير ديك الخضره وهو سهل. نمر ان شاء الله للطريقه. اول حاجه البنات كنديروا لي زيبينا، كنديروهم يتشحروا شويه مع شويه ديال الملح وزيت الهند. هذه اول خطوه، لي زيبينا وشويه ديال الملح وشويه ديال زيت الهند، كنديروهم يتشحروا مزيان. هي دي الخطوه الاولى. وغنحتاجو البنات الفلفله الحمراء وفلفله صفراء، يعني تقريبا ما كاملش شي وحده حمراء وحده صفراء، يعني تقريبا واحد نص. تقريبا درت نص، حيت عندي الفلفله كبيره درت نص فلفله حمراء ونص فلفله صفراء. وهنا عاود درت شرائح ديال المطيشه وشرائح ديال البصل، هي تقريبا ربعه ديال الشرائح من المطيشه وربعه ديال البصله، ورققتهم. حاولت ترققهم البنات بزاف باش كيجيو باش كيطيبو دغيا. وغادي نحتاجو سته تاع البيضات البنات، يعني الكميه ديال البيض على حسب شحال درتو ديال شحال بغيتو نتوما، يعني كتبقى غير اختياريه. انا غادي ندير سته البيضات في ديك الكميه ديال اللي استخدمت ديال الفلفله والمطيشه والبصله، غنحتاج سته البيضات. البنات هما لي زيتينا غادي نبدل ما طابو كيطيبو كيوليو قلالين، هادي نغمر مورا ربطة كبيرة هاكا تقلا كتولي قليلة. ونضيفو البيض، كندير البنات البصلة والمطيشة كنديرها حتى هي تشحر، كنضيف لها شويه ديال الزيت النباتي باش تشحر لنا شويه، كنضيف لها شويه ديال الملح بطبيعة الحال، كنخليها تشحر شويه صافي ونحيدوها. الناس من بعد ما طابنا البيضة هو واجد، كنحط واحد الكمية ديال الفلفل اللي كنا وجدنا، نقدوها غير في النص تاع غير في النص تاع المقلاة، غير في النص البيض هكا. ديك البصلة والمطيشة اللي كنا قادينا حتى هما كنحطوهم. نضيف عليهم الجبن ديال الموزاريلا هكا، وكنضيف لهم حتى الجبن الاحمر، يعني الجبن كيبقى بنات غير اختياري. وشويه ديال الزعتر، شويه ديال الزعتر صافي. كنقلبوها البنات، كنقلبوا النص الاخر على داك النص الفوقاني، النص التحتاني سمحوا لي. وكنضيفوا عليها الجبن الاحمر والجبن موزاريلا من الفوق، وكنغطيو بشي غطا هكا حتى كيذوب عليها داك الفخوماج. وهذه هي
هذه هي النتيجة النهائية. البنات كيجي المهم كيجي بنين وكتغيير وصافي ويعني صحي. فيه الخضرة، دخلنا فيه الخضرة ودخلنا فيه مطيشة البصلة والفلفلة، وكنقدموه بالصحة والهنا. ونتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد لا فيديو ويجيكم خفيف. وشكرا للمتتبعات ديالي كاملين، شكرا لكم بزاف. حتى الفيديو اخر ان شاء الله.